وسط الطبيعة وجدت وعبر الزمان بقيت حاضرة ومن أبرز القلاع الموجودة في القارة الآسيوية. مر عليها التاريخ بحروبه وأيامه وسنينه دون أن يؤثر على بقائها الصامدة لتبقى شاهدة عيان على حضارات مرت. قلعة الحصن تتربع في وادي النضارة وترتفع عن سطح البحر 750 متر وعلى بعد 60 كيلومتراً عن محافظة حمص. تعتبر من أجمل قلاع العالم الأثرية، ويعود تاريخ هذه القلعة لأول إشارة تاريخية عام 1031، وأدرجتها منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي لأهميتها التاريخية والعمرانية. تعتبر القلعة من أهم الأوابد الأثرية والتاريخية والمعمارية في سوريا، وهي من أهم قلاع القرون الوسطى وأضخمها وأشهرها في العالم وأفضلها حتى يومنا هذا، وتتميز بهندستها العسكرية. تتميز ببنائها وزخارفها وبجدرانها وأبراجها العالية ودهاليزها ومقاذيفها وشقوق مرامي السهام وسلسلة من شرفاتها البارزة، بحيث تحمل مزيجاً من حضارات الشرق والغرب في فن العمارة. لقلعة الحصن أهمية جغرافية استراتيجية أيضاً، فموقعها يتوسط بين حمص وطرابلس وطرطوس، مما جعلها عبر الزمن موقعاً هام على ممر القوافل التجارية بين الداخل والساحل. قلعة الحصن واحدة من المعالم الأثرية والتاريخية التي احتضنتها أرض سوريا، هذه الأرض التي كانت نقطة البدايات الأولى للعالم بأسره، ورغم ما مر عليها من إرهاب بقيت صامدة شامخة، لا يوجد بقاموسها مفردات الإرهاب الأعمى.